جمال ابو محمد، جمال ابو محمد اذا بتسمعني على الخاص يا جمال، جمال ابو محمد على الخاص. جمال ابو محمد. ابو محمد من شوي كنتوا عم تطلبوا سيارات اسعاف، لوين المكان حتى نوجهني؟ حاليا يقتصر عملنا منظومة الاسعاف، التواصل مع بعضنا البعض وتوجيه سيارات الإسعاف إذا كان في قصف من مكان إلى مكان. أيضا تواصلنا مع تردد خاص أيضا مع الدفاع المدني نتواصل معه. أيضا مننبههم يتوجهوا إلى مكان تنفيذ طيران الحربي وما شابه، أو حتى بدون طيران حربي، قصف، حريق، أي أمور، فبيكون التنسيق معنا وبتوجيههم إلى المكان المقصود. هي فكرة المرصد كتير كويسة، يعني فادتنا كتير وفادت المدنية في تنبيه من الطيران. وأنا كأحد المصابين في غارة الطيران، أنا وقتها عرفت أنه الطيارة زيتي برميل، يعني تسنطنا على المرصد وهني فادونا كتير، بس الحمد لله نجات من الإصابة. ويعني فكرتهم كويسة كتير، لهم أهمية ولهم دور كبير في حماية المدنيين. نحن هون احدى مراكز الدفاع المدني في المناطق المحرره، نتلقى اخبار القصف كلها عن طريق وحدات الرصد والقبضات. بيخبرنا المراصد، بتخبرنا عن مكان القصف. على الاغلب احيانا بتكون يعني بيخبرونا برموز على العام، وفي بيننا وبينهم ترددات خاصه بيحكون عليها عن مكان القصف بالذات. نتوجه على مكان القصف، نحكي مع المراصد كون انه هي الوسيله الوحيده اللي ظلت للتواصل بعد قطع التغطيه النظاميه. ما في يعني اي شبكات تواصل غير القبضه، اغلب على القبضه. نتواصل مع المراصد عن طريق القبضه اللاسلكيه، بنخبرهم عن مكان القصف، بنخبرهم اذا بنحتاج شيء، بنحتاج معدات ثانيه من المراكز. يعني بصير هن وصلت الوصل بيننا بين الفريق اللي طلع على مكان القصف، بين المركز اللي والعناصر اللي بقيت بالمركز.